السلام عليكم. احنا في هذه النقطة ديال زاوية الشيخ، الطريق إلى زاوية الشيخ، كما كتشوفوا غاديين لواحد إن شاء الله واحد الشلالات ديال زاوية الشيخ إن شاء الله. هي هذا الواد هنا فين كيتصب. الحرارة 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 يا ربي السلامة. شوف لي الشفق طبيعيين، سبحان الله العظيم. غادي بوحدهم المناظر الطبيعيه هنا. شوف هاد الشجر واش ميت ولا غير كيتسنى وقته، يعني المحده سبحان الله. في مكان الماء كيكون داكشي حي كما كتلاحظوا. هي العروسه دائما معنا، صابره معنا مسكينه، تبارك الله عليها. مناظر جد جميله. غير هذا هو، هذا وقيلة داك الواد اللي كنت لحت لكم في الفيديو الاولاني، هو هذا من هنا كيجي داك الماء. ايوا ان شاء الله حتى نكملوا معكم. كي داير؟ بخير الله يبارك فيك. انت بخير؟ لاباس شويه. شو مزيان؟ لاباس شحال لاباس. وفين غادي؟ اسرحت معايير. مزيان تبارك الله. كاين شي ما يتكال ولا والو؟ الله يبارك. كاين شي ما يتكال؟ اه كاين شي ما يتكال هنا في المعيز؟ ايوا هادي غير شي تاكل المعيز لاباس عليهم. إلا الغنم الغنم والو حيت الماكلة، حيت المعيز كيقلبوا كيقزوا تاكلوا الكروش، تاكلوا ساقة، تاكلوا مزيان كيعلقوا كيعلقوا عارفين الطريق. كلشي مزيان؟ إيوا باس. فين غادي؟ ساكن هنا ولا؟ أه فين ساكن؟ أنا هاكا هاكا. مزيان. باقي شحال باقي للزاوية؟ أه شحال باقي للشلال؟ أي باقي شوية. أي مزيان. كلشي بخير؟ إيوا باس. تبارك الله عليك يا سيدي. بس الله يجيب التيسير. الله يحفظك. امين يا سيدي. شكرا. الله يحفظكم. شوف الناس القدام سبحان الله العظيم، والله بحال هاد الناس والله الا لقيتيهم بالله ما نلقاهمش مساكن. قال لك المعز قد على راسه صحيح، ولكن الغنم والو، حيت العمز العنز العنز العنزي المعز كيتسلق في هاد الاشجار وكيقلب على راسه كما قالت السيد هذا. تبارك الله راه عنده شي 80 عام. الناس الله يعمرها دار، والله العظيم طبيعي، عايشين طبيعيين. ايوا خليكم معنا حتى نزينكم. دائما معكم. هاد الواد هاو فين كيتكب، والله يسا ديال العمر الصراحة. راه هذاك المعيز فين كيشرب، شحال تبارك الله. ايوا مسات الصراحة. أخرى مخشين مخشين داخلها مخشين، دابا كيبردو فاش كيطلع عليا سبحان الله العظيم. هاد الحيط داروه اليوم باش كيرد الماء، باش كيردو باش مبقاش يتخشى تحت التراب ويهرس ليهم اسيدي. في واحد الجهد سبحان الله العظيم. المعيزات هاد الشجر هذا اللي جاني في شكل واش هاد الوقت ديال الخريف ولا ميت؟ نورمالمو هذا ما كيموت نورمالمو. شوف كما كتلاحظوا ها هو كيقع، العروق ديالو راه في وسط الماء، ولكن الله اعلم واش هاد الوقت. شوف كلهم راه الاخرين كلهم في هاد الواد وفي الواد. شتي كما كتلاحظوا فوق تهرس بوحدها، يعني كيتهرسها بوحدها سبحان الله العظيم. اي والله يرضى بينا سبحان الله. ها كيفاش كيدير المعصا دابا هنا؟ هادو كيسخنوا كيبردوا، هادو راه كياكلوا. شفت المعز سبحان الله العظيم قد على راسو. تفضل راسو الحمد لله. سبحان الله.
والله الا الحياه ديال البري والله الا زوينه بالله. شوف شوف سبحان الله، راه بشر كيكون معاك وصاحبك وحور بحور، ولكن كيعطيك واحد الوجه اخر موراك، هذا هو المشكل اللي كاين. نفس الشيء في هذا المكان، هذا بحال داكشي اللي قلت لكم، هذا الراجل اللي قلت لك مسكين سارح الغنم ديالو، نفس الشيء بحال بحال كيجي. هادي قول لنا هادو في الكومونتيرات سميتها بحال الزيتونه دايره. السلام عليكم، اشو سميتك الحاج؟ شو سميتك؟ سميتك كريم محمد. سي محمد كريم، تبارك الله عليك، شحال في عمرك؟ الله يبارك فيك. شحال في عمرك دابا؟ تكون شي 80؟ شي 80. تبارك الله، الله يجعل البركه فيك، الله يجعل فيك البركه. ياك تبغي تبان معنا في ماشي مشكل نصورك، ماشي مشكل. مزيان، ياك بخير؟ لاباس. انا سيدي السي محمد، اسميت هاد البلاصه؟ هنا سميتو؟ اسميت هنا؟ اي سميت هاد المرضع؟ تيقولوا له هاد المرضع دابا؟ تيقولوا له إسوان، وهاد المرضع دابا تيقولوا له أقرد العشور. أقرد العشور؟ أقرد العشور. السما زيغت. هتسول تمازيغت؟ هتسول تمازيغت؟ تا شي حيت الدولة تمازيغت تسولت؟ تمازيغت؟ ايه علاش نخ تمازيغت؟ مزيان. خاص تعرف تورسي خشوي. يميك شوية شوية. خير شوية. يميك يميك وصافي. والحمد لله عندكم الطبيعة، علاش هاد الشجر هذا ميت هذا؟ هاد الشجر علاش ميت؟ علاش ميت شارف؟ صافي ما بقاش يكبر. كان من وهدي. يعني صافي ما بقاش يخضر، مات. مات صافي. شرف. وما كاينش شي واحد اخر يطلع بلاصتو زعما شي حاجه. اي صافي وهدي اللي تاي كان كيعطي المنظر زوين. غرسوه. غرسوه، ماشي انا درسو، غرسوه. غرسوه ومات صافي شرف. شحال من عام عنده هنا؟ شحال من عام؟ ما نعرف. كتعقل عليه بزاف ياك. ما قاريش، ما فهمتش. مسكين. مشكنو سكاس. مشكو سكاس درتي له؟ شكون اش؟ من شكنو سكاس؟ راه ما كيسمعنيش بزاف. شحال في عمرو العمر، العمر ديال هذا الشجر؟ اودي ما نعرف. مسكين ما كيسمعش بزاف، داكشي علاش نحل معاه. مزيان داز. اسم منك؟ كريم محمد. سي كريم كيحضر بي هكذاك داير. مسكين قال لي نعطيك لاكارت. سمعت يهضر واش يخلصوا لهادو اللي تا المسيره. كاين شي حاجه في المسيره؟ شحال من المسيره قالوا تيخلصوا لهم شي. كنت انت في الحرب فسميتو في المسيره الخضراء؟ راه مشيت عندك ديك لاكارت. وخصك تمشي لديك المنظمه ديال جيش التحرير ولا المسيره الخضراء. اي المسيره الخضراء. ما نعرف والله ما نكذب عليك. هذا الشيء سمعت. ما نعرف هذا الشيء. قالوا تعيطوا لهم تيقيدوه. قالها لك مقدم. هكا جيت الجبري هكا. ما عرفت، جاو عندك انت؟ جاو عندك؟ لا مسيرين. غير الهضره، غير الهضره. مسيرين ما وصلوا هنا. هو الى وصلوك ان شاء الله يكون لي اين كانت شي حاجه راه قالوا تيقيدوهم هكا. والله ما نعرف هذاك الشيء، ما عرفتش هذا الحاج، الله يجيب لي فيها الخير. اخوان والسلام عليكم، حنا مع با كريم محمد با كريم. سلام با الحاج، راك يحفظ ربي. مسكين ما كيسمعش بزاف. هنا نخليكم في هذا الفيديو، هذا هو مشى يقابل المعز ديالو. والسلام. كما سمعتوا هذا الشجر هذا قال لك شرف، قال لك شرف هذا الشجر هذا، داكشي علاش ميت. كانوا زرعوه شحال هذه حتى مات بوحدو، سبحان الله العظيم. قلبت لقيت عنده المعلومه ولكن ما كيسمعش مسكين بزاف. قال لي علاش صورتي معز وما صورتيش السارح؟ قلت ليه نصورك الدب محمد، وحنا صورناه الله يطول لي في عمرو وتبارك الله عليه. شوف كيتمشى على رجلي وحنا ما قدرناش كاع والله العظيم لا بزز. يلا هنا نخلي هذا الفيديو ان شاء الله حتى الفيديو اخر في زاويه الشيخ ومع الشلالات. تبارك الله عليكم والسلام عليكم.